قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن أن يقبل به أي شخص شريف. وأضاف في مقابلة مع تلفزيون قطر أن لدى الدوحة هدفا نبيلا هو وقف العدوان على الشعب الفلسطيني. وشفنا الحجم الضرر اللي قاعد يصير على أشقائنا الفلسطينيين، وما في أي يعني لاعب فاعل في المجتمع الدولي قادر يسوي شيء انه يوقف هذه الكارثه اللي على الاشقاء الفلسطينيين. قطر لما لعبت دور الوسيط من بدايه الحرب، يعني احنا من شهر 11 الين اليوم، يعني صار لنا اكثر من سنه واحنا شغالين على هذا الملف ليل نهار، عندنا فريق كامل يتعامل معاي نحاول نوصل لحلول، ولكن للاسف في النهاية الاتفاق يحتاج طرفين، يعني إذا كان يعني أحد الأطراف لا يريد اتفاق فمهما سوينا ومهما فعلنا كوسطاء يعني النتيجة دائما لن تكون النتيجة اللي نرجيها. وشفنا عرقلة يعني. وبشأن لبنان قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن أزمة البلاد الكبرى هي الحرب التي نتج عنها 1,200,000 نازح وليست الرئاسة. مسألة لبنان قطر أولويتها وقف الحرب، وإحنا يمكن شفنا وفي يعني في كثير من وسائل الإعلام بدأت تتبنى وجهات نظر بالنسبة لدولة قطر إنه والله في الآن لا في استحقاق الرئاسي اللبناني اللي كانت قطر تعمل عليه هو اللي قاعدة تركز عليه الآن، وقطر الآن تلعب هذا الدور بشكل فعال. احنا عملنا اتصالات موسعة مع الساسة اللبنانيين، انا كان لدي اتصال يوم امس مع الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب الدكتور محمد الخليفي وزير الدولة، اتصل مع كافة رؤساء الاحزاب السياسية ووضحنا لهم موقف دولة قطر بشكل واضح، اولويتنا هي وقف الحرب، مسألة العملية الرئاسية والانتخابات الرئاسية هي مسألة داخلية لبنانية، دولة قطر لن تدفع في هذا الشيء إلا في سبيل وقف الحرب. أول شيء وقف الحرب. وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن دولة قطر لا تقبل أن تشن من قاعدة العديد هجمات أو حروب على دول في المنطقة أو خارجها. وجود قاعدة العديد في دولة قطر أو أي شيء من دولة قطر، لا تقبل دولة قطر أن تشن منه أي هجمات أو حروب على دول وعلى شعوب سواء كان في المنطقة أو خارجها. النقطة الأخرى الأمريكي العلاقة اللي تجمعنا معه علاقة شراكة استراتيجية على مستويات متعددة، طبعا لديه علاقاته اللي هو ياخذها بقراراته السيادية اللي دولة قطر لا تؤثر عليها، وأيضا دولة قطر لديها علاقاتها اللي تأخذها بقرارها السيادي اللي أمريكا أيضا تتفهمها وتتفهم وجودها ولا تتدخل فيها.